أجرت الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم الثالث للطيران الحر الداخلي أمس تدريباتها، وذلك استعدادا لخوض منافسات البطولة التي تنطلق اليوم. وجاءت اختبارات تحديد السرعة لجميع المشاركين، حيث أتاحت جرافيتي إندور سكاي دايفينج الفرصة للاعبي الفرق لإجراء اختبارات قياس السرعة من خلال استخدام النفق الهوائي، وذلك للتحكم في سرعة الهواء وقوة دفعه بداخل النفق. ومن المتوقع أن تحظى البطولة بمنافسة قوية بين جميع الفرق المشاركة، خصوصا بعدما أظهر لاعبو الفرق خلال اختبارات تحديد السرعة التي أقيمت أمس أداء عاليا وقويا في النفق الهوائي، بالإضافة إلى العروض المميزة. يشار إلى أن نفق جرافيتي الهوائي الزجاجي الداخلي يعد أحد أطول الأنفاق الهوائية الزجاجية في العالم، حيث يبلغ طوله 12 مترا وعرض 4 أمتار و30 سنتيمترا، وبسرعة تصل إلى 290 كيلومترا في الساعة.